مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من رح نبقى سوا، وبيسرني أن نرحب بضيفي وزير الشؤون الاجتماعية دكتور هكتور حجار. مساء الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير نتالي، ومساء الخير لمشاهدين الـ OTV الليلي. الحمد لله على السلامة، وبدي أشكرك يعني من المطار لعنا، كنت بالقاهرة تحديداً بأعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية بمقر جامعة الدول العربية. كمان تناولت شجون لبنان التنموية بهذا المؤتمر. أكيد حضور لبنان ضروري بجلسات الدول العربية، وخاصة لما بيكونوا موجودين وزراء مختصين. تكلمنا كتير عن السكان، عن التنمية، سكان وأكيد النمو السكاني. تكلمنا عن الإنجاب، مشاكل الإنجاب مع التغيرات الطقسية والبيئية، وكيف ممكن مع تطورات الإسكان أو السكن أو النمو السكاني ممكن تنبنى المدن، وكيفية تنظيمها وتنظيم المدن. كان مؤتمر جيد، شاركنا مع الأخوة العرب، مع خاصة مع وزراء العرب الشؤون الاجتماعية. وهون لبنان له ميزة، للأسف هي مش ميزة، هي أنه تطور بهذا الموضوع نتيجة هجرة عدد كبير من سكانه، وخاصة الفئة الشبابية ووضع النزوح عنها يعني شوي له خاصية. أشرت بكلمتي بأنه نحن عم نعيش وضع مميز وصعب، وهذا الوضع هو في عنا بعد 17 تشرين هجرة كبيرة من الشباب اللبناني، وبنفس الوقت عندنا النازحين السوريين لعددهم 1.5 مليون. وهون لما بينزح الشباب اللبناني يعني بخف الانجاب. صحيح. بالمقابل الانجاب عند النازحين هو عالي، وهيدا يعمل بالسنوات القادمه تغيير ديموغرافي، واشرت لهذا الموضوع. وصار لي الفرصه انه بانطلاقه المؤتمر سمحوا لي الاخوه العرب بانه بالكلمه الافتتاح كون عم شارك، شاركت بثالث كلمه بالافتتاحي. رح روح سريعا لانه الوقت يعني لا يقدر هيك يكفينا، لا قصة هيك يمكن الناس بتعرفها تحت اسم بطاقة تمويلية، ولكن هي الدعم إن كان أمان إن كان بطاقة تمويلية، ولكن تسجيل على المنصة. قبل ما نطلع على الهواء قلت لي صاروا 178 ألف مسجل. في عنا 178 ألف و200 مسجل. عندنا 115 ألف شخص طلباتهم كاملة، عندنا 63 ألف طلباتهم غير كاملة. العدد عم بيطلع بسرعة، يعني قبل الظهر كان بال 170 صوب الساعة 4، هلأ وصلني آخر تقرير 178 ألف، وهيدا رقم بعتبره بظرف 8 أيام رقم كتير عالي وكتير كبير. كتير كبير وبدل على الحاجة الكبيرة. بدل على الحاجة، وبنفس الوقت بأنه الناس يمكن لقوا صعوبات بالأول للتسجيل، ولكن اليوم بلشت العالم تتأقلم على التكنولوجيا وعم تتسجل بسرعة. إذا بنقسم رقم 180 على 8 أيام بنقدر نعرف أنه تقريبا بحدود ال 25 ألف أو تحت ال 25 ألف شخص بالنهار، وهيدا رقم يعني 25 ألف عائلة. 25 ألف عائلة، وهذا رقم كتير كبير. خلينا نحكي شوي عن شبكة أنا بدي أحكي بالتفاصيل عن هالشبكة وقدي. نعم. المعوقات والصعوبات، ورح أسأل أسئلة المواطنين اللي هي عم بتكون كتيرة، ولكن شو رأيك قبل نختصر مين مش لازم يتسجل؟ إذا بدك نحكي كلمتين عن موضوع نحكي كلمتين عن اللي أطلقناه وبنرجع منشوف الفيديو إذا بتحبي. لأنه كتير مهم لازم نعرف أنه نحن بشبكة دعم للحماية الاجتماعية. هالشبكة الدعم للحماية الاجتماعية فيها برنامجين، برنامج أمان وبرنامج البطاقة التمويلية. برنامج أمان لازم نعرف أنه بطال أكثر فكرا، وبطاقة التمويلية بطال الناس اللي فعلا كانوا ميسورين وفقدوا قدرتهم الشرائية وإمكانياتهم مع الوقت نتيجة الظروف الاقتصادية. كنت حابة تفرجي شيء بس نختصر الأمور، أنه اللي ما بحق له يتسجل أحلى ما يتعذب ويفوت. نشوف الشروط ونرجع نحكي عن اللي لازم يتسجل كيف وليش، وحنشوف كمان ديمونستريشن عن هالموضوع. نحضر الفيديو ونرجع.
إذا هو الأشخاص اللي ما بيقدروا. هذا بالنسبة للبطاقة التمويلية. صح. يعني البطاقة الثانية البرنامج. مش بطاقة أمان. التمويلية. نعم. هني الأشخاص اللي أول شيء بيستفيدوا من إحدى البرامج اللي هي أمان أو الأكثر فكرة. صح. أوكي. تاني شغلة الأشخاص اللي ميسورين. أكيد. بيقبضوا أكثر من 10,000 دولار فريش بالسنة. الأشخاص اللي عندهم أجار بيت بالسنة أكثر من 3,500 دولار فريش، يعني عندهم قصر. الأشخاص اللي مقيمين برات لبنان أكثر من 90 يوم إلا إذا كانوا مقيمين لغايات صحية، يعني راحوا يتعالجوا برا أو لزيارة. هون بس سوري لو قطعتك معليك، يعني إذا في عائلة الأم والبي بلبنان عندهم أولادهم برا وبيشتغلوا برا يحرموا ولا؟ أكيد الأولاد يحرموا. لا مش الأولاد، الأم والبي لا أبدا. أوكي. ما في علاقة. الأم والبي هن عايشين بلبنان، لكن شخص عايش أكثر من 90 يوم برات لبنان وإلا في الحالات الصحية لعلاج معين. في عنا الأشخاص اللي عندهم مدبرة منزل. أكيد. أجنبية واحدة أو اثنين إلا مستثنى في أوضاع صحية. صح. زوي حاجات خاصة أو مسنين. كمان مرقت قصة السيارات موضوع اللي إذا بيقدر واحد قدر اشترى بعد 2017 يعني بال 2018 وطلوع جاب 3 سيارات، عنده 3 سيارات وجداد، معناتها هو ميزو. عنده قدرة مالية مش بحاجة للدعم بهذا الموضوع. برنامج أمان أمنين للمصريات من قرض أكيد بفايدة قليلة، ولكن البطاقة التمويلية بعد ما في. خلينا نقول كلمتين عن برنامج أمان. برنامج أمان مبارح أنا ومسافر تم التعديلات على قانون 219. بالطبع أمان هو برنامج صار بين الدولة اللبنانية وبين الورد بانك البنك الدولي، في 247 مليون دولار معمولين موجودين بالدولار، ويح يتأمن ل 150 ألف عائلة لبنانية، 150 ألف عائلة لبنانية دعم مادي. تقريبا الدعم هو بحوالي إذا كانت عندك عائلة 6 أفراد تقريبا بيطلع بحدود ال 145 دولار. أكيد في شيء للعائلة وفي شيء للأفراد لغاية 6 أفراد، وبيندفع بالدولار، بيندفع بالدولار والمال موجود. واليوم اللي عم نعمله بس هيدا للأكثر فكرة، بدنا ننتبه يعني للأشخاص اللي أكيد ما عندهم معاشات، للأشخاص اللي أوضاعهم صعبة مش موظف، هيدي هي. وبنفس الوقت في دعم ل 87 ألف عائلة من هالعائلة، ل 87 ألف طفل. أوكي. موجودين بالمدارس الرسمية أو بدور الرعاية تيستفيدوا بمبلغ مادي وتسجيل تسجيلهم بالمدارس الرسمية. والمبلغ بين 200 و 300 دولار، كل هيدا عم بيروح دعم بالدولار. هون يعني الأكثر فقرا الداتا مش موجودة قبل، يعني عم ترجعوا تبلشوا من جديد. يعني في كتير ناس عم بيقولوا صارنا سنتين بيقولولنا تسجلوا، شفنا أكثر من مرة منصات وفوتوا حطوا الاسم وإلى ما هنالك، كله رجعنا بلشنا اليوم من الصفر. خلينا نقول للمواطنين إنه عنا بلبنان 3 برامج. نعم. أول برنامج اسمه الأكثر فقرا NPTP. أوكي. هذا الأكثر فكرة اليوم بيستفيد منه حوالي 36 ألف عائلة. بالسنوات الماضية بهذا البرنامج تسجل 130 ألف عائلة وبعد ما نعمل لهم زيارة منزلية 130 ألف عائلة. هذا تسجيله بنه على منصة، هذا تسجيله بمراكز الخدمات الإنمائية الموجودة للوزارة بكل لبنان، يعني فيها تكون فيس تو فيس، بيروحوا بيعبوا طلب وبعدين بيصير في الزيارة، ومن بعد الزيارة بصير في استمارة وبنأكد هالمعلومات بطريقة مكرنة معينة من يستحق ومن لا يستحق. اليوم نحن لما جينا على الوزارة ب 11 سنة ركبوا 36 ألف عائلة عم يقبضوا تقريبا بال 125 ل 130 دولار ابتداء من أيلول، بلشوا يقبضوا بالدولار، كانوا عم يقبضوا باللبناني، لما استلمت الوزارة صاروا عم يقبضوا بالدولار. هال 36 ألف عائلة عندنا إمكانية مادية ندفع على 75 ألف عائلة. أوكي. شو نقصنا؟ نقصنا أنه جهازنا البشري يتحضر تيروح يعمل الزيارة ل 130 ألف عائلة. في معوقات بهالموضوع؟ تحضر يعني الفريق. تحضر الفريق لأنه نحن عندنا برنامج الأكثر فكراً. أوكي. في 400 تقريبا 450 موظف تحضروا، صار لهم تدريب. بكرة تنطلق الزيارات المنزلية ل 130 ألف عائلة في لبنان.
على أمل خلال 3 أشهر نقدر نخلص الزيارات. كل شهر نختار من هالزيارات اللي عملناها بحدود 5000 عائلة تنوصل من هلا لثلاث أشهر، ثلاث أشهر ونص لعدد 75,000 عائلة مستفيدين بالدولار من هيدا البرنامج. هيدا البرنامج اللي كان 36,000. اللي كان 36. يعني بس تنقدر نشوف شغلة صغيرة إنه 11 سنة نعمل 36,000 عائلة. نحن هلا بثلاث أشهر بدنا 3 أشهر ماكسيموم 4 أشهر من الشهر الأول من الزيارات رح يستفيد أول 5000 عائلة، نرجع نطلع على الثاني تنوصل بالشهر الرابع تقريبا نوصل على 75,000 عائلة. هيدا برنامج التدريب. موجود، هيدا برنامج كان موجود شغال بس ما كان موسع ومصرياته موجودين. يعني المفاجأة أنا لما جيت على الوزارة مصرياته موجودين بسبب الكورونا بسبب عدة مشاكل، ما في موظفين، ما قلع على البرنامج، وكان في مشاكل كمان مع موظفين هالبرنامج. حلنا شوي مشاكلهم، هلا بنحكي شوي شو صار، وباذن الله انه نحن خلال 4 أشهر رح نوصل بكره بتبلش الزيارات بكل لبنان. بكل لبنان بدون وهيدا بفريق عمل 450 شخص تقريبا، 450 ويمكن يكون شوي اكثر لانه في شركتين رح تساعدنا تنسرع العمل. ونحن رح نكون هلا عم ندفع 4 مليون دولار بالشهر، لما نوصل على 75 رح يصير الدفع بحدود 10 مليون دولار بالشهر. يعني وهيدي عم بتصير عبر البنك وبطريقه ممكننه وبطريقه مضبوطه بشفافه. يعني ما رح نشوف اسماء مثلا هلا، يمكن بال 36 عندنا شويه اربكات رح يرجع ينعمل لهم دراسه جديده، بس ما بدنا يعني نروح نعمل ال 36 ونوقف ال 40 اللي بدنا او 43 اللي بدنا نجيبهم. خلينا نروح نكفي ال 130,000 وبنرجع نعمل دراسه صغيره ننقي ال 36 ونرجع نطور البرنامج. يمكن هيدا الشيء بيكون بالتوازي مع غربلة التسجيل اللي رح يصير على المنصة اللي هو مكفى لآخر شهر 1. 100%. فيني أقول شغلة صغيرة بالنسبة لبرنامج الأكثر فكرة، اللي ما رح يستفيد من هال 130,000 أوكي، يعني اللي ما رح يستفيد يعني اللي ما رح يطلع أصبه بال 75 لازم فورا يتسجل ببرنامج أمان. لأنه هيدا برنامج أمان تكملة لبرنامج الأكثر فكرة. لكن برنامج أمان رح يستفيد منه 150,000 عائلة. أوكي؟ وأي متى رح يبدأ الدفع بعد التسجيل؟ رح نحكي عن هيدا الموضوع وبدنا نرجع نحكي عن البطاقة التمويلية لوحدها ومصرياتها. أكيد. بلش التسجيل بواحد، نحن عنا شهرين للتسجيل، من بعد التسجيل عنا أكيد بده يصير في تقييم للمعلومات تبع العائلات، وبده يصير في بطريقه التواصل الالكتروني بموضوع قصه السيارات وقصه الامن العام وموضوع البنك والسريه. ما انها كثير صعبه مش لاول مره عم ينعمل هالشغل بلبنان. يعني هذا شغل ممكنن بوقت الدوله 3/4 مش ممكننه. خلينا نجرب يعني. خلينا نروح متر لقدام لانه لازم نبلش من مطرح. اللي فيني أقوله أنا أنه رح نقبض بإذن الله بأدار، بأول أدار، ولكن القبض رح يكون عن كانون الثاني شباط أدار، مفعول رجعي. هالتأخير بنكون عوضناه بالمفعول الرجعي. يقبضون كلهم بأدار 3 أشهر فرق يعني مرة. رح نقبض كانون الثاني شباط أدار بنفس الوقت. يعني ببلش من أول، ببلش البروغرام. يعني تأمنت الأموال إذا بدنا بالنسبة لأمان 100%. طيب خلينا سوا هيك لنكون عم نترجم عن شو عم نحكي، نشوف على الشاشة سوا كيف بفوتوا للي بعد ما تسجلوا، علما أنه الرقم صار منيح يعني 178. بدي أقول شغلة عم ينقالي كتير حكي أنه كتير صعب. أكيد بدي أسأل عن الصعوبات اللي عم ينحكى عنها. كتير عم ينحكى عن الصعب، بس إذا نحن والشعب اللبناني بنقعد 5 دقايق ومنفكر، نحن اليوم في 178,000 عائلة تسجلوا. وإذا نتطلع على المناطق اللي تسجلوا فيها، ياريت فينا نتطلع وباخد دقيقة تطلع مع حضرتك. ما في مشكلة، تفضل. توزع المناطق وين أكتر شيء عم بيتسجلوا، هيدا الشيء عم نتابعه كل يوم بيومه. إذا نتطلع شوي المناطق رح نتفاجأ أنه المناطق الموجودة، وبدي كبرها شوي، عنا عكار فوق ال 25,000 عكار، 25,000 عائلة. عنا طرابلس بال 24,000 عائلة. عنا بعبدة بال 16,000 عائلة.
هيدي أرقام منا هيني ومنكفي يعني تنكفي للآخر، معناتها عدد. وإذا عم يعني نقول هيدي المناطق الأكثر فقرا هي بس فيها تسجيل عالي، ونحن عم نقول إنه الإنترنت منه واصل، عم نقول ما الناس ما عندها وسائل، ولكن عم نشوف بهالمناطق صار مسجل بحدود 180 ألف عائلة. يعني الرقم منه هين بأول أسبوع من التسجيل. طيب هو يعني في أكثر من طريقة، لا يعني لازم يكون في رقم تليفون لأنه لازم يجي عليه كود إلى ما هنالك. طيب في حدا يساعد؟ يعني هل يحق للمخاتير أو أي شخص بياخذ بدل مثلا لازم مالي على 1-7-4-7؟ بس بدهم يعذرونا الناس، بدهم يعذرونا الناس إنه 1-7-4-7 ما بيقدر يحمل 2000 اتصال بالدقيقة، بيوصل لحد 200 اتصال. بعدين الشباب عم يتابعوا من الساعة 8 للساعة 5 من الاثنين للجمعة. هيدي شغلة ضرورية نعرفها. إذا اتصلنا وما لقينا الجواب نطول بالنا، يعني كل اللبنانيين عم يجربوا يتصلوا، في عنا بحدود 20-25 شخص عم يجاوبوا على الاتصال ليساعدوهم بمدى الاستمارة. بالزبط. بعدين في حدا يساعدهم مقابل مصاري مثلا؟ بدي أقول بمحلات، يعني بدي أقول هيدي شغلة منقول للبنانيين، ما حدا يغشكن، ما حدا يستغل وجعكن وألمكن، ما حدا ياخذ منكم مصاري ويقنعكم انه بنعبي لكم ومنظبط لكم اياها. عمل المنصه هو عمل ممكنن. حرام نستغل وجع الناس، حرام نوهم الناس، حرام نخبرهم اخبار منا مزبوطه. اجاني اخبار انا وبالسفر انه في حدا عم يقبض 75 ألف ليره صح على التعبئه، في مخاتير عم بيستفيدوا. انا بوجه اليوم عبر شاشه الاو تي في وبقول لكل الشعب اللبناني، نحن لازم نتعاون مع بعض، كل عائلة تتعاون مع عائلة تاني، أو نشوف الفيديو، أو نتواصل على 1-7-4-7. في عائلات اليوم تقدر تسجلت، تساعد العائلات اللي ما قدرت تتسجل، وما نروح باتجاه نستغل الفقراء تناخد مصاري ونوعدهم وعود أكيد هذه الوعود منا مزبوطة. وبقلكم من هلأ منا مزبوطة. وإذا ما عندهم رقم تليفون خليوي، يعني في بدل في حدا بالعائلة عنده رقم. تعرفي أنت اليوم بلبنان في عنا شغلة لازم نعرفها، أنه الأكثر فكرا هو الأكثر حاجة تكون عنده تليفون. فاليوم ما حدا بلبنان ما عنده، لبل أنه عند العائلات الأكثر فكرا. وأنا بزور، بتعرف أنه أنا مثلا من الوزراء اللي زاروا شهبية الفعور، وهي ضايعة. إذا هلأ بسأل اللبنانية وين شهبية الفعور، ما حدا بيعرف. ولكن أنا تفاجأت أنه كل العالم بشهبية الفعور، بالرغم من الوضع الصعب واللي هني أهلنا وحبايبنا واللي هني بالبقاع وموجودين يعني على كيلومترات من مدينة زحلة، تلاقيت انه حتى الاولاد معهم سيلولرات. فلكن هذا الموضوع مبتوت، وين ما كان بلبنان في سيلولرات. في مرات بعض اشخاص ما بيتقنوا التكنولوجيا، في حدا يساعدهم، في حدا يساعدهم جيران، دون ما نروح على الاستغلال يعني المادي. أكيد. وان شاء الله انه بيصير في حملات. يعني احنا بعدنا باول 8 ايام. بدي اقول لك، هل ممكن حدا من فريق الوزاره مثلا، من فريق الوزاره يساعد؟ ممكن يكون من الجمعيات. تقلك شغله، يعني يمكن اليوم في مأخذ علينا ليه ما فتحنا مراكز الخدمات الانمائيه. بس تقول ليه ما فتحناها؟ لانه نحن ما نحبين نقعد مراكز الخدمات الانمائيه برات هذا العمل. ولكن اليوم في 450 موظف من المشروع الأكثر فكرا، وفي موظفين من مراكز الخدمات مضطرين يشتغلوا معنا زيارات ل 130 ألف عائلة. وما منلحق، يعني بتكون تعمل شغلتين، يا بدنا نعمل 130 ألف عائلة يا بدنا نعمل أمان. فنحن قررنا أنه 130 ألف عائلة نخلصهم، وهذا إذا خلصناهم نرجع منساعد بغير برامج. وموضوع أمان نقدر اليوم عبر المجتمع المدني، عبر الناس، عبر الصداقات، ويحي نعمل كامباني، يحي نعمل حملة، نقدر نعلم الناس. في وقت أصلاً. أكيد معنا وقت. وأنا عم بقول اللي بيتسجل بواحد 12 واللي راح يتسجل بواحد 31 واحد هي زيتها. بالنهاية ما حدا راح يسبق حدا، المعايير هي زيتها والموديولات هي زيتها وطريقة الاحتساب نقاط يا حتكون هي زيت. رح نتابع حديثنا بالتفاصيل عن هيدي، يعني كيف بنعبي الاستماره. رح اعمل انا حساب اكيد مثل تيست يعني، ونشوف خطوه بخطوه، هيك بنكون عم نساعد كمان اللي حابب أكيد يعرف كيف ممكن يتسجل. ومنخبر كمان عن قصه يعني
معلومات غير المكتملة كيف ممكن تصحيحها إذا أكيد. يعني تفاصيل أخرى عن هالموضوع، ولكن بعد هذا الفصل مشاهدينا خليكم معنا. رجعنا معكم مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من رح نبقى سوا، ودايما مع ضيفي الدكتور إكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية. مساء الخير معاليك من جديد. رح ندخل مباشرة على كيف ممكن ننشأ حساب للتسجيل على هالمنصة. فإذا دعم.impact.gov.lb مثل ما هلأ رح نشوف على الشاشة بيبين عنا إنشاء حساب بالموف وتسجيل دخول إذا كنا دجا إنشأنا حساب. رح انشئ انا هلا حساب في عنا بدايه، اذا بتسمحي لي نتالي والكلمه هذا الحساب او بالاحرى هالبروجرام كله شغل لبناني 100% اوكي، ونحن بقيد تطويره كرمال هيك اللبنانيين لما عم يسالوا اسئله على 1747 يح يساعدونا نطور. تفضلي هلا انت. يعني مش شركه، بدنا شركه أجنبية. الشباب اللبنانيه عم بيشتغلوا مهندسين واكيد بالاي تي وبغير اختصاصات، هن اللي عم يراقبوا هذا البرنامج. انا بس لدخل التفاصيل بدنا نحط باسورد كمان يكون فيه كذا رقم وهيك كرمال ما ينخرق، صح؟ طبيعي. وبعدين هذا الباسورد بصير انت رقمك لما بدك ترجع تعدلي اي معلومه، بصير هذا رقمك الخاص، بتصيري من خلالها تستعمليه تتفوتي تحفظي معلومات تعدي معلومات تغيري. مثلا هلا بدهم يبعثوا لي على تليفوني الرقم الكود. هلا اكيد انا هيدا تيست بس كرمال الناس تكون عم بتشوف كيف ممكن. هيدا هو ارسال اوافق، لازم في مطرح اوافق على رفع السريه المصرفيه وكذا. ارسال هون يستهدف بفسره، يعني في تفاصيل. المهم بدنا نمشي، يعني اهم شيء شغله نتالي ما ننط فقره، نخلص نقطه تما يكون مش مكتمل بالضبط. نخلص نقطه نقرا شو عم بيقلنا ومن بعد ما نقرا ننتبه اللي عم بيقلنا اياه، نمشي فيه خطوه خطوه، لانه بس النط حقبه بنجي بالاخر بدنا نسكره ما بيسكر معنا. اوكي، هون لا يوجد بطاقه هويه لانه لازم يكون فيه. لا يوجد، ما بيأثر نستعيدوا عن اخراج ايد فيون. خلينا هلا نقول لا يوجد مطلوب هويه. أوكي. وهلا بنقول ليش مطلوب هويه، بس انا عم بقول لا يوجد، بس فيني اتسجل ولا يوجد. هلا كنت عم بقول انا شغلي اوكي انه صار مسجل بحدود 100 وكنا عم نقول 178000 عائلي، بيناتهم ال 178000 عائلي بطاقاتهم او الدوسيه تبعهم مكتمل. في عندنا 178000 عائلي توتال، في 115 مكتمل، 63 مش مكتمل. هون شو بيعملوا؟ بيعمل بيرجع بتابع الموضوع، بده يشوف شو اللي ناقصه، بيرجع بفوت اسمه والباسورد بالضبط، دائما بيجيب هويته بيزيدها وبيكتمل. يعني هيدا يعتبر طلبه. التعديل لانه في بعض عم بيسأل كيف بيصير في تعديل، لانه في ناس ما عم تزبط معهم ولا لا. بلا بيصير في تعديل، بده يفوت ليش عطيناه رقم سري وعنده كل شيء صار محفوظ عنده هون. بيرجع بيعمل التعديل المطلوب، يمكن ما كان معه رقم الايبان، بيرجع بروح بيجيب رقم الإيبان وبيعمل لازم يعمل. هون في كتير يعني معلومات عن السكن. هلا حتى لو الأولاد بدهم يحطوا أسامي الأولاد، السكن هو ذاته، إذا ما عندهم رقم تليفون فيهم ما يحطوا، ما بحطوا مش رقم موجود. لا يوجد، يعني ما لنا قصة، لأنه في البعض اعتبروها أنه لا ما بدها، معقولة حاطين للولد رقم تليفون؟ إيه ممكن يكون ممكن عندهم، في أولاد عندهم رقم تليفون وممكن أولاد ما عندهم رقم تليفون. أنا برأيي ما نروح على الوضع كارثي، هو الوضع منه كارثي، هو الوضع بده نمشي خطوة خطوة، نكتب بشكل جيد، ننتبه للي عم نعمله. خلينا نعتبر اليوم انه هذا اللي عم نعمله هو يحيأسس لداتا، وكنت عم فرجيك من شوي ببين عنا انطلاقا من اللي عم نعمله قدي في مثلا عدد الموظفين المسجلين، قدي قطاع خاص مسجلين، قدي بحسب المناطق ناس مسجلين، قد البيوت اللي بيملكوها اذا كانت كبيره صغيره الحجم، شو مقلف في البيوت. يعني انا برايي هيدي الداتا رح تساعد كثير
على تصنيف الأشخاص اللي هني بحاجة. ما بعرف إذا عم فوت على هيدا البيج اللي بتعطينا إنفو ولا لا. كنت عم تفوتي تتفوتي على ال يعني ايه المناطق علي شوي علي الداتا بتشوفي. اوكي هون الامباكت داتا فيو داتا بس وين تبع ال بدك تفوتي انا موجودة عندي هلا يعني كل حدا بيقدر كل حدا يفوت يشوف تفاصيل عدد اللي تسجلوا بيشوف كل بيشوف كل المعلومات وهيدي المعلومات بيشوفها اونلاين في شوفها كل نهار شوف قد ايه سجل عم بقول لك انا من ظهر كان عندنا تقريبا 170 الف ساعه 4 هلا 178 الف اذا بدك ارجع شوي على كم معلومه قطعوا يمكن سريعين بدي اقول برنامج الاكثر فكرا هو برنامج مدعوم من المجموعة الأوروبية مدعوم من كندا مدعوم من دول من إنجلترا مدعوم من كذا دولة ولكن لازم نقول أنه الدعم هو هني هبة بالنسبة للأكثر فكرة الأكثر فكرة الأكثر يعني 75 ألف عائلة هني هبة واليوم عم تتوزع المصاري من خلال WFP يعني هو الـ World Food Program من البرنامج الغذائي العالمي اوكي والامان قرض امان كمان هو قرض بين الورد بانك والدوله اللبنانيه ولكن هذا كمان قرض رح يوزع بالدولار انا عم جرب فوت على هيدا ليشوفوا الناس كيف بيقدروا يتابعوا وين صرنا يوم بيوم بالارقام وبالتفاصيل ان شاء الله اكون مزبوط حطيت بعتقد يمكن لازم نعمل لوج ان ولا مش ضروري بتصور يعني بتصور. كل واحد شو عنده يعني بده يشوف ويقشع الواحد ويتابع التفاصيل هون المونسيباليتيز مثلا الفاكسين في بعد فيني اقول لك انا اجاني كثير اتصالات مثلا اجاني اتصال من مواطن بيقول لي انه نحن رغباري ما لنا مذكوره كقريه قلنا له طيب بسيطه ودينا للاي تي انه الرغباري مش مذكوره بعد شوي صغير عدلوها بعث لي مرسي انه عدلتها بسرعه وكتب حتى على تويتر فلكن نحن بدنا نتعاون ما بين هيدا البرنامج هو تعاون ما بين الشعب اللبناني وما بين هالمنصه اللي ممكن راح تساعدنا بالمستقبل تتكون منصه فيها داتا للدوله اللبنانيه داتا لوزارة الشؤون تنقدر من خلالها نرجع يصير في عنا برامج إن كان دعم أو غير دعم هذه البرامج رح تساعد الشعب اللبناني تيتقدم لقدام مثلا مبين عنا اليوم أنا كنت عم بتطلع من شوي قدي العائلات الفيون مسنين وقدي العائلات الفيون ذوي حاجات خاصة داتا مهمة لأمور تانية طعنا بالشؤون يعني الأمان الاجتماعي تصور إذا تسجل اليوم إذا تسجل يعني لحد هلأ فينا نقشع كم شخص عندهم حاجات خاصة من هالعائلات أو كم مسن طيب هم عليك إذا بدنا نروح لأنه واحد يبعد كتير بالسؤال ويقول أنه هل في شفافية وفي أمان على هالداتا لمين رح تروح لهالداتا يعني كلنا نعرف أنه ناس بتخاف أنه أنا عندي بياناتي الشخصية عندي معلومات خاصة فيي وبعائلتي مين رح يطلع عليها أول شيء اللي بحسب القانون الداتا موجودة اليوم بأجيرو بعدين في شركات محلية وعالمية هي عم تحمي الداتا هيدا شغلي منا موجودة الداتا برات لبنان هيدي الداتا موجودة بلبنان وهيدي الداتا تحت سلطة الدولة اللبنانية وهيدي المعلومات ما حدا رح يستعملها وما حدا رح يقدر يفوت عليها ويخرقها حتى اليوم المؤسسات اللي بدها تروح تعمل زيارات منزلية بشبكة أمان ما رح تاخد الداتا وتروح تعمل زيارات يا حتفوت على مطرح تقدر تاخد اللي لازم تاخده بالمعنى اللي بيعنيها يعني اللي بيعنيها الاسم اللي بيعنيها العنوان اللي بيعنيها رقم التليفون هودي بتاخدهم فتروح تعمل تشيك اب لهالبيوت رح نشوفها مش الحال هيدا التوزع هلا نشوفها على الهواء كلنا سوا بلشنا نقشع 178,907 زادوا زادوا من وقت ما بلشنا من وقت اللي بلشنا المكفين تطلعي من هالجهه اذا فيكي تعليها شوي نطلع المناطق شفتي المناطق صح. اليوم اذا بنوطي شوي عم نشوف طرابلس قد ايه الرقم
189 يعني هذه الأعداد. لا هولي مش 189 بعد. لا أنا مني أشع مني أشع من هون لهونيك بس بتشوف البرسنتاج يعني المناطق اللي عم تسجل قدي بس طرابلس انتبه يمكن هاي منا ما عمل لها أبديت هلأ اوكي يمكن منا ما عمل لها أبديت هلأ أنا فتت عليها اوكي بس إذا بنتطلع بعد شوي لقدام عم نشوف ايه منا ما عمل لها أبديت لأنه أنا معي ما عمل لها أبديت يلا هات لنشوف نعمل أبديت لك يعني اتفتحت تعرف بس انه حلو يعني لحظة بلحظة منشوف بشفافية كل اللي تسجلوا عم نعمل سكانر عم نعمل سكانر لوضع شعبنا عم نعمل سكانر لوضع لبناني اليوم عكار اول شيء شفتي كيف هلا شفنا مثلا بعكار قد ايه متسجل العالم قد ايه بطرابلس قد ايه بعبده قد ايه بالنبطية وبننزل بننزل بننزل يمكن لانه السكان ببعض مناطق قليل منشوف التسجيل اقل شرق اخر شيء بعدين جزين البترون حسبيا ام هون هون اكيد في ارقام مفصله اذا فينا نطلع شوي صغيره بنشوف قدام القطاع الخاص قدام القطاع العام كل هالقضايا مهمه انه يشوفوها اللبنانيه ويقشعوا وهيدي مهمه كثير لتطوير برامجنا بالمستقبل كلها لحظه بلحظه وكله مدروس وكله يعني محمي اذا كله محمي اكيد كله محمي ومشان هيك هون عم تقولوا تشددوا الباسورد يكون بيتغير كل فتره الباسورد هيدا الباسورد اللي بحطه المواطن ما حدا بيطلع عليه غير هو انت اليوم بالبنك بيكون معك فيزا كارت حتى نقول بموضوع الفيزا كارت هيدي الفيزا كارت شخصي وهيدا رقم الباسورد شخصي وهيدا لإلك تيحميك ويحمي مصرياتك تما يجي حدا يقشتك مصاري لكن نحن الباسورد أهمية تعيده هو تما حدا يفوت على معلوماتك الخاصة ويخرق إذا بدنا نتابع يعني أنا ما يعني الحديث ما بيخلص يمكن عن هالتسجيل ولكن بعتقد وضحت ومفهمت وصارت متاحة قدام الجميع ما حدا يعقدها فينا ما حدا أنا بدي أقول للشعب اللبناني بدنا نتعاون نحن وياكم وبدنا نتعاون مع المواطنين فنقدر نطور هالشبكة تبع وهالمنصة للتسجيل بدنا نتعاون عندكم ملاحظات فيكن تبعتوها عبر تويتر عندكم ملاحظات فيكن تبعتوها عبر واتساب أوكي فيكن تتصلوا على 1747 فيكن تبلغوا شو هي مشاكلكن وشوي شوي الفريق عم بيحسن بهالبرنامج ونحن بعدنا بأول 8 أيام بعدنا بأول أسبوع يعني بعد المسار طويل المشوار فيه وهون الصعوبة بعدين بغربلت يعني بأن هي قدي رح تستهدفوا ماكسيموم نحن كعائلات أمان 150 البطاقة التمويلية البطاقة التمويلية من بعد ما نعمل 150 رح نعمل الإكسكلوزيون اللي حضرتك هلأ شفتيون مين بدون يطلعوا برات برات الاستفادة اللي كنت مرقت يوم شوي صح وبعدين ببين قدي عنا عائلات بدها تستفيد وبدو ينعمل تأكيد للمعلومات وهيدي المعلومات بس ينعمل تأكيد لألا بيبين علينا الرقم بالنسبة للبطاقة التمويلية هو 126 دولار بالحد الأقصى مثلا هون لفتنا نحن عم هيك نتابع بالأرقام مثلا اللي لونه أخضر بعتقد يمكن هي أول شيء بين 60 و120 متر البيت بس اللي مثلا 300 متر مثلا منلاحظ 300 متر وما فوق ما في ايه منلاحظ مثلا الرقم بين 60 و120 هو اكبر حجم صح اوكي وفي اخضر في شوي يلي عندهم بيت كبير معناتها عم يتسجلوا هن من اوضاع صعبه وهيدا بياكدنا انه المنصه بالرغم من صعوبتها بالمرحلة الأولى بس هي منها مستحيل وعم يعرفوا اللي وعم يعرفوا ومبين من عكار من طرابلس من المناطق كل لبنان من الدنية يعني عم نطلع هلا قدامنا هلا هو اللي تأمنوا لأمان البطاقة التمويلية متى رح تشوف النور ومن خلال الأموال اللي بعد ما تأمنت أول شيء اليوم نحن من بس بلشنا بواحد كانون الأول بالتسجيل على المنصة هو التسجيل للبطاقة التمويلية والتسجيل لأمان بنفس الوقت أكيد يعني اللبنانية هلأ اللي عم يتسجلوا للبرنامجين وبعدين بيصير بعدين عم بتصير الغربلة وبعدين ببين عنا مين بده يستفيد من شو بموضوع البطاقة التمويلية الموضوع المادي بعد ما انتهى ما في أموال مأمنة ولا بعد ما تأمنت الأموال بس هذا ما بيعني أنه ما تأمنت الأموال معناتها ما راح تتأمن
نحن كوزارة الشؤون عندنا مبادرات أخذناها بهذا الموضوع، وزير المال، البنك الدولي، اليوم الرئيس مئاتي والفريق العمل تبعه عم يتابع، القصر الجمهوري، كلنا بلبنان عم نشتغل. حتى اليوم الوزراء المعنيين الاقتصاد كلهم عم يشتغلوا تنقدر نشوف شو هي الوسيلة نقدر نأمن هالمبلغ. اليوم في تجاوب من البنك الدولي، البنك الدولي كان حط علينا الشروط انه اول شيء بدكم تحركوا الاكثر فكرة الفكرة عندكم ل 75 الف عائلة عم تعطوا 36. هذا الموضوع قلنا بكرة بتبلش الزيارات. كان عم بيقول طيب بدكم مصاري، اهلا وسهلا فيكم، اعطينيكم 247 مليون، شو بدكم تعملوا فيهم؟ قلنا لهم هلا بلشنا بالتسجيل، والبنك الدولي عم يرافق خطوة خطوة عملية التسجيل، عم يرافق مثلنا مثله على هيدي عم يرافق على هيدي التقارير، يعني ما عنده هو امكانية يفوت على المعلومات. ما حدا عنده إمكانية يعدل المعلومات. هيدي كتير مهمة، يعني أنا عم شوف مثل ما بشوف كل مواطن والمعلومات تتحرك قدامي دون ما أنا أدخل عليها أقدر عدلها أو غير فيها. اليوم البنك الدولي بلش يقول في وفد بلبنان عم بيعمل زيارات، اليوم بعد ظهر كان في زيارة للوزير المال، كان في اجتماع مع حاكم مصرف لبنان، وصار في تواصل معمق وبتوقع الأمور رايحة للإيجابية. كان هذا البعض بيقول يمكن بتخلق البطاقة التمويلية قبل الانتخابات دغري وبتكون بطاقة انتخابية. فيني أقول شغلي للمواطنين، أنا أول يوم وصلت كل يوم يقولوا لي البطاقة ما تبصر النور، وأنا أقول لهم قريبا صاروا ينكتوا علي، قال لهم طولوا بالكم في عنا مشاكل لوجستية، قال ما كل شيء كان خالص، ليش في مشاكل لوجستية؟ يا عم القانون بعد ما انتهى وفي عنا تعديلات وفي عنا عقود مع مؤسسات، لا لا كل شيء منتهي وكل شيء ظابط. طيب إذا كان كل شيء منتهي ليش امبارح صار جلسة لتعديل قانون 219؟ إذا كان كل شيء منتهي ليش اليوم المؤسسة اللي عم بتشغل هذا البرنامج ما كان ممضي مع العقد؟ إذا كان كل شيء منتهي ليش الدبليو اف بي ما مضينا مع العقود؟ لكن ما كان كل شيء منتهي، كان محطوط أول مدماك أو أول مرحلة من هالمشروع وجينا نحن كفينا. طيب نحن كتير علينا شهرين تأسسنا كل هالمرحلة مع كل هالفريق مع باقي الوزارات، كتير شهرين على المستوى القانوني وعلى المستوى اللوجستي وعلى منه كتير، بس كنا نقول قريبا يضحكوا علينا. عمليا نحن أطلقنا بواحد الشهر أو ما أطلقنا؟ صحيح نحن معمول للعالم ما ندفع بقدر، عم نقول بندفع بقدر لا أمان لا أمان بعد في البطاقة. طيب بالنسبة للبطاقة نحن عم نقول للبناني عم نعمل كل المجهود المطلوب وصرنا محققين خطوات متقدمة، واللي ظاهر انه في تجاوب من البنك الدولي وطلبوا منا قد ايه ممكن يكون في مشاركة لبنانية ونحن مشاركة بالمبلغ ونحن بتفاوض رسمي بموضوع الرقم او بالاحرى البورسنتاج. كل هالقضايا وصار في مراسلة ما بين وزارة المال والبنك الدولي بموضوع المبلغ تبع اللي بده ينعمل له استدانة، كل هالقضايا هني مراحل تأسيسية لانهاء هالملف. بتقولي لي بده كتير شغل، بقول لك ايه بده كتير شغل، بس هل انا اليوم بقرر قبل ما اعمل كل الشغل تبعي بقرر انه انا حفشل؟ مستحيل. اكيد لا، ما أكيد لا. كرمال هيك انا بقول للشعب اللبناني جربنا بالسابق، ما جربنا وعود. لا جربنا بموضوع الاكثر فكرا ووعدنا ونحن عم نقول بكره، يعني هون عم بتقول لهم حاسبوني انا كوزير شؤون اجتماعية شو وعدت وشو حققت، صح؟ وانا عم بقول لهم خلال 3 اشهر رح نوصل ل 75، انا وعدتهم انه بده يصير بالدولار، صار بالدولار، صح. وعدناهم انه رح نطلق التسجيل، اطلقها يعني اطلقناها بمشاركة الرؤساء الثلاثة وموافقتهم حتى قبل اعداد قبل تعديلات القانون قبل ما جلسة مجلس النواب بالضبط، واطلقناها وصار في كلام بين الرؤساء الثلاثة بمبادرة قمنا فيها نحن وتابعناها، يعني كرمال هيك ما عطول نشكك، خلينا شي مرة بلبنان نفرح نفرح بالخطوات الإيجابية، خلينا نعمل خطوة باتجاه كل هالبلدان اللي حوالينا عم تتطور بسرعة. لما بنعمل عمل حلو خلينا نقول هذا عمل حلو، لما بنعمل عمل ممكنن خلينا نقول عملنا عمل ممكنن وإيجابي. مثلا بدي أقول لك شغلة، بفترة اللي كان بده يصير في الطعم بلبنان أنا سمعت تقارير، كنت مني وزير وكنت عم بسمع قد ما بدك انت مؤامرة. عمليا مؤامرة وبدك، يعني احنا عمليا من الدول اللي اليوم
الطعم تبعنا ما انعمل بإدارة عالية، شعبنا منه متطعم عبر منصة هي زي وعبر منصة إمباكت. فلكن يعني خلينا نطول بيننا تفتيش المركز منقول الشكر يعني. منقول لهم الشكر لهالمبادرة اللي عملوها بالنسبة لموضوع الطعم. حتى كان في مرافقة كتير كبيرة لما كان في الكوفيد 19، تقارير اليومية البلديات، الاتصال بالبلديات، المتابعة، الحجر، المستشفيات، كل هالقضايا صارت بطريقة مكنني. قطعنا من هون، رحنا باتجاه البطاقة، ورحنا باتجاه بطاقة أمان أو برنامج أمان، ورحنا باتجاه برنامج البطاقة التمويلية. خلينا نعطي نفس لبعضنا. بعدين ما صرنا 4 سنين وزراء، يعني ما صرنا 4 سنين وزراء تنكون خلصنا كل الدوفار تبعنا، بعدنا بأول الطريق، بعدنا ما صرنا 3 أشهر كمان 100% وناطرين أكيد إنجازات. بس سريعا بدي جواب على هيدا، لأنه الناس بتروح لأبعد. نعم. أنه قبل انتخابات 2018 أقرت السلسلة، قبل انتخابات 2022 رح تنعطى البطاقة، علما أنه هو البطاقة لازم ما تكون إنجاز، لازم نخفف سعر الدولار ويكون نمو اقتصادي ومنه الحل. يعني أنا بآخر كلمتي بالأصل الحكومي قلت هيدا اللي عم نعمله منه الحل، هو مؤقت. يعني هودي البرنامجين على السنة، صح على السنة، بينما البرنامج الأول اللي قلنا عنه مستدين. أكثر فكرة مستدام. أول شيء نحن قلنا هذا مؤقت، نحن قلنا هذا ما يعطي الحل، نحن قلنا أنه نحن ما عم نعطي شيء للبنانية إلا القليل القليل مقارنة للي خسروه، ونحن عم نقول رايحين على النمو الاقتصادي، وطلبنا من الشعب يعمل مبادرات مبدعة. لكن كل هودي قلناهم بالأسر الحكومي بالنهار الإطلاقة، يعني نحن ما غشينا الناس. بعدين اليوم شو إلها علاقة الانتخابات بهذه؟ ما هي عملية ممكننة، ما إلها علاقة بشيء. يعني اليوم مش تسجيل يا دواء وحط لي هالاسم وزد لي هيدا بالضبط. زد لي أنا إذا بدي سجل خيي ما بقدر، يعني إذا بدي سجل ولادتي ما بقدر، ما بقدر سجل حدا، بدي يكون حدا عنده كل الشغل. عم قلك أنا بطلع على المعلومات مثلي مثلك، مثل الورد بانك، مثل كل العالم. ما عليك، هي بطاقة افتراضية ما حتكون ملموسة 100%، وهذا اللي بدي جرب أقوله. هي بطاقة افتراضية، آخر الطريق نحن رح تتوزع المال، رح يتوزع المال عبر مواقع توزيع الأموال، يعني مثل الويسترن يونيون وأو أم تي، ما بدي أنسى ولا اسم، ولكن عبر مراكز توزيع المال. وهيدي العملية حتسهل على اللبنانيين، تما نعطيهم بطاقات وندفع حق البطاقات وبتاخد وقت لإنتاجها، بعدين نرجع نوقف قدام الـ ATM ويصير في عنا مشاكل وعجقة لأنه في عنا البطاقة الأكثر فكرة ناخد عبر الـ ATM. بهالطريقة القسم الأكبر رح يكون عبر مراكز توزيع الأموال، ورح نسهل على العالم. يمكن موضوع التصوير يعني رح يصير عليه شوية تعديل بالأيام اللي جاية، نحن عم نقول بناخد صور لكل العائلة، يمكن نحن بهمنا الشخص اللي هو بده يقبض المال بدنا ناخد له صورته، بالأيام الجاية رح نعمل تعديل. يعني رح يكون في تعديلات يواكبوكم، رح يكون في تعديل لكل الأسئلة اللي عم يطلبها المواطن ضمن الممكن. يعني هلا بتقولي لي اليوم بدنا نرغي الهويه تنعمل اخراج القائد، بقول لك لا، تقلك السبب شو هو؟ لانه ما بدنا نعمل ازدواجيه، لانه نحن بنعرف انه الهويه عندها رقم متسلسل، اخراج القائد ممكن يصير فيه ازدواجيه ويقدر يستفيد الشخص اكثر من مره. يعني رح نشوف هالصوره، بطاقه هويه لازم تحصل عليها قبل اخر شهر اذار 2022. هلا رح نساعد مع وزاره الداخليه، يتم مساعدة مع وزارة الداخلية تنقدر نصدر بطاقات. هلأ يمكن الأولاد الصغار عندنا مشكلة بموضوع البطاقات تبعهم، رح نحاور يعني الأسبوع الجاي بده يصير في حوار مع الداخلية تنشوف شو بدنا نلاقي بديل. مش أهون إخراج قيد العائلة مثلا؟ ممكن نلاقي طرق في إخراج قيد مكنن أو نلاقي طريقة معينة. هالأمور كل ما عم يبرز عنا مشكل، هالمشكلة عم نحطها قدامنا، عم نجمعها ونشوف كيف بدنا نحاور فيها تنلاقي لها حلول. يا ريت عندي وقت أكثر، كنت حابة أسأل عن دور الرعاية وأمور تعنا بالشؤون الاجتماعية، ولكن فينا نحكي سريعاً. سريعا بعد عندك وقت، يعني هو خلص وقتنا بس بعطيك دقيقة. طيب نحن بموضوع دور الرعاية والمراكز الشؤون الاجتماعية والمؤسسات، أول شيء خلينا نشيل من قدام عيوننا إنه هودي وهميين. كل المؤسسات اللي مربوطين بعقود رعاية مع وزارة الشؤون هن مؤسسات تعنى بالأكثر حاجة، إن كان على مستوى أيتام، أطفال شوارع، نساء معنفات، ذوي حاجات خاصة، مسنين، مدمنين. وهودي بروح بيصير في عليهم كشف
وفي عقود معروفة ومعروفة أدي قيمتها وأدي سنويا بتدفع للوزارة ومين المستفيدين منها. لكن لازم نعرف أنه ما في شيء وهمي بهذا الموضوع. تاني شغلة، هودي ناس عم يخدموا اللي وضعهم أكثر صعب، وضعهم اليوم صعب، واليوم صار وضعهم أكثر وأكثر صعب. هودي الناس صار لهم سنتين ما قبضوا فواتيرهم، صح، وهيدي الفلسفة انه الدولة اللبنانية طلبت من الجمعيات تاخد على عاتقها الاهتمام بالاكثر فكرا او بالاوضاع الخاصة. هيدي من منذ نشأة الدولة اللبنانية لليوم. لكن اليوم نحن بدنا نكرم الاشخاص اللي عم ياخذوا بهذا الوضع المسنين. انا ثابت جمعه الماضي زرت دار مسنين، ما فيني اقول لك انه كانوا دموعي بعيني، يعني ما قدرت اتحمل انه قد ايه بيصير في اهتمام، قد ايه عم بيصير في متابعه، قد ايه هالناس عم يعطوا من ذاتهم. هودي الناس لازم نكرمهم، هودي الناس انه مستحقاتهم رح ياخذوها، وطمنهم انه مستحقاتهم رح ياخذوها ورح نعدل سعر الكلفه. وبدي ناضل معهم تقدر امن من البنوك يحرر لهم اموالهم. هيدا عهد علي، وانا بطلبهم عبر التلفزيون او تي في انه نحن بدنا نتعاون، وبلشنا بمسيره التعاون مع بعض تنقدر نامن لهم حقوقهم. ونحن عملنا برمي ورح نتابع برمتنا وبدنا نضل نضغط تنامن لهم اموالهم. رح اعمل حلقه خاصه عن هالموضوع بالذات لانه بيستحق، ونجرد كل هالدور والجمعيات اللي تعنى بهالحالات، وعن جد نعطيهم حقهم ونقدر نساعدهم ولو بالتأكيد. وفينا نعمل حلقة من بعد 100 يوم عمل بوزارة الشؤون، فنيجي نقول على 100 يوم شو عملنا، تعالوا نحط على هالطاولة شو قدرنا عملنا. اتفقنا، فإذن حلقة مقبلة إذا الله بيريد. قبل ما أختم، صار الرقم 179204، بلشنا ب 178 صرنا 179، معناتها هلا بظرف ساعة، معناتها لازم نعرف إنه العالم عم تتسجل، وبالليل عشان نكون قدرنا تسجيل أهون بيكون رجعوا على البيت بالضبط. العالم قاعد عم وعلى السهرة بتقدر تسجل على رواق. شكرا لك وزير الشؤون الاجتماعية دكتور حجر، أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز. إلى حلقات مقبلة منفصل أكثر الأمور التانية، حبينا نعطي مساحة لهالشبكة الدعم، إن شاء الله الناس قدروا أخذوا المعلومات اللي عم بيطلبوها. شكرا لك، مرسي لألك ناتالي، ومرسي لمشاهدين الأو تي في. وأتمنى من جديد أنه يبعثوا قديش بدون أسئلة تنقدر نحن نحسن ونحسن ونحسن، ونحن موجودين بخدمة أهلنا وخاصة اللي هني أكثر حاجة. شكرا لك، شكرا لكم مشاهدينا لحسن متابعتنا، على أمل اللقاء بحلقات مقبلة. دايما رح نبقى سوا.